يشوع 17. وكانت القرعة لعشيرة منسة، لأن هو أول خلفة يوسف. لمكير أول خلفة منسة أبو جلعاد، لأنه كان راجل حرب، وكانت جلعاد وباشان لي. وكانت لولاد منسة اللي باقيين حسب العشائر بتاعتهم، لولاد أبي عذر، ولولاد حالق، ولولاد أسرائيل، ولولاد شكم، ولولاد حافر، ولولاد شميداع. هم دول ولاد منسة ابن يوسف الذكور حسب العشائر بتاعتهم. وأما صلفحاد ابن حافر ابن جلعاد ابن مكير ابن منسة، فما كانش لولاد لكن بنات، ودي أسماء البنات بتوعه: محلة ونوعة وحجلة وملكة وترسة. فطلعوا قدام أليعذار الكاهن وقدام يشوع بن نون وقدام الرؤساء وقالوا: الرب أمر موسى أنه يدينا نصيب بين إخواتنا، فاداهم حسب كلام الرب نصيب بين إخوات أبوهم. فصاب منسة 10 حصص ما عدا أرض جلعاد وبشان اللي في الناحية التانية من الأردن، لأن بنات منسة أخذوا نصيب بين ولاده، وكانت أرض جلعاد لولاد منسة اللي فضلين. وكان الحد بتاع منسة من أشير لحد المكمتة اللي قصاد شاكيم، وتمد الحد ناحية اليمين لحد سكان عين تفوح. كان لمنسة أرض تفوح، وأما تفوح لحد الحد بتاع منسة فهي لولاد أفرايم. ونزل الحد لوادي قانا جنوب الوادي، دي مدن أفرايم بين مدن منسة، والحد بتاع منسة شمال الوادي، وكانت نهايته عند البحر من الجنوب لأفرايم ومن الشمال لمنسة، وكان البحر الحد بتاعه. ووصل لحد أشير في الشمال والحد يساكر في الشرق. وكان لمنسة في يساكر وفي أشير بيتشان والقرى بتاعتها ويبلعام والقرى بتاعتها وسكان دور والقرى بتاعتها وسكان عين دور والقرى بتاعتها وسكان تعنك والقرى بتاعتها وسكان مجده والقرى بتاعتها المرتفعات الثلاثة. وما قدرش ولاد منسة انهم يملكوا المدن دي، فنوى الكنعانيين انهم يسكنوا في الارض دي. وحصل لما تشدد ولاد اسرائيل انهم خلوا الكنعانيين تحت الجزية وما طردهمش طرد. وقال ولاد يوسف ليشوع: ليه اديتني قرعة واحدة وحصة واحدة نصيب وانا شعب عظيم؟ لانه لحد دلوقتي باركني الرب. فقال لهم يشوع: لو كنت شعب عظيم يبقى اطلع للغابة واقطع لنفسك هناك في ارض الفرديين والرفائيين، لو ضاق عليك جبل ابراهيم. فقال ولاد يوسف: ما يكفناش الجبل، وكل الكنعانيين اللي ساكنين في ارض الوادي عندهم مركبات حديد، وهي عند اللي بيت شان والقرى بتاعتها وعند اللي في وادي يزرعيل. فقال يشوع لبيت يوسف: ابراهيم ومنسة، انت شعب عظيم وليك قوة عظيمة، ما تبقاش ليك قرعة واحدة لكن يبقى لك الجبل لأنه غابة، فتقطعه وتبقى ليك نهايته، فتطرد الكنعانيين لأن لهم مركبات حديد لأنهم شداد.